نقول في حاجة اسمها دليل تشخيصي، بيبقى مكتوب فيه كل الأعراض لكل الأمراض. الاكتئاب ليه أعراض مثلا 9 أعراض، القلق ليه أعراض معينة، برضو الإدمان ده ليه أعراض. عشان أشرح أعراضه وهو يعني بيبقى إيه المشكلة، هل إيه الفرق ما بينه وما بين العادة مثلا، واحد عنده عادة معينة، هم 11 عرض. لو حد عنده 3 أعراض من ال11 عرض دول، أقدر هياخد التشخيص الإدمان المرض ده، ويبقى هو كده محتاج العلاج. طيب الأعراض دي بسرعة إيه هي؟ هتكلم على المخدرات الأول عشان هي سهلة في الفهم شوية، بعد كده نتكلم على إدمانات السلوكية. رقم واحد، لما يبقى واحد مدمن مثلا هيروين او حشيش او كوكايين او اي حاجه من الاسامي اللي احنا بنسمعها دي، بيبقى العرض الاولاني ان هو بيركز على الماده دي، وبيقعد بقى يتجاهل، ويعني ما يبقاش واخد باله من المسؤوليات اللي عليه في الحياه، ايا كانت مسؤوليه وظيفيه، مسؤوليه في الاسره، حتى اهتمامه بنظافته الشخصيه، اهتمامه حتى لو هو بيهتم بالسوشيال ميديا والفيسبوك، تلاقيه كل الاهتمامات في حياته بتقل، ومركز على الماده المخدره اللي هي اصبح ليها مدمن. برضو الماده دي بالتدريج هتسبب له فشل، فشل في الدراسه، فشل في البيت، فشل في المدرسه، ده برضو عرض من الاعراض الادمان. برضو لما يبقى واحد بيستخدم ماده والماده دي ابتدت تسبب مشاكل، مشاكل زي ما حضرتك قلتي مع مراته، مع أولاده، مشاكل مع رئيسه في العمل. ليه؟ لأن المدمن بيبقى فيه تقلبات مزاجية، التقلبات دي ساعات بتبقى حتى قبل الإدمان بتبقى موجودة، ولما بيدمن بيزيد التقلبات دي، والتقلبات المزاجية دي وتأثير المادة نفسها ممكن يسبب مشاكل. برضو إن أنا أستخدم المادة المخدرة دي في أماكن المفروض ما استخدمهاش. يعني انا في ناس كتير بتشرب كحول، هل كل الناس اللي بتشرب كحول مدمنه للكحول؟ لا، هتلاقي بقى المدمن هو اللي ممكن يشرب كحول وبعدين يسوق، بيبقى سكران وبعدين يركب العربيه ويسوق فيعمل حوادث. ليه؟ لان هو خلاص كده، انا دي علامه ان الكحول ابتدى ياثر على طريقه تفكيره، على مركز الموتيفيشن والميموري، فابتدى قراراته ما تبقاش صح، دي برضو علامه من العلامات. برضو اللهفة اللي بتحصل مع المادة المخدرة. طب في ناس على استوقف، يعني اوقفك الحتة دي، بس في ناس بتقول يعني عندها استعداد اكتر للادمان، وفي واحد بيقول لك ما تقلقش مثلا انا هشرب، متعود على الكحول، مش انا مش مدمن، لو عايز ابطل هبطل. ما هو بالظبط، ما هو المرض. بس في ناس عندها استعداد للادمان، والاستعداد ده استعداد بيولوجي، يعني هو مخه فيها خلل معين كيميائي بيخليه هو عنده لو خد الكحول يبدا الادمان، السايكل بتاع الادمان دي تستمر وما يبقاش قادر يوقف. في واحد تاني يشرب كاس واين ولا حاجه وبعدين يقول لك لا عادي انا هبطل، دي حاجه سمعت انها مضره انا هبطلها. في واحد مثلا ممكن ياخد سيجاره مروانة، لا 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 انا هبطلها، ويقدر يبطل. في واحد ما بيقدرش، اللي ما بيقدرش ده هو ده اللي عنده استعداد لمرض الادمان، هو ده اللي محتاج شغل كتير. زي السمنه مثلا، في ناس تلاقيه بياكل، في واحد عنده استعداد للسمنه، في واحد ما عندوش. ده اقرب مثال ممكن الناس تبقى واخده بالها منه. يعني ففي ناس بتاكل وعادي مش مدمن الاكل ولا حاجه، في واحد مجرد الحلويات والحاجات دي تلاقيه هو بيتشدل ومش قادر يبطلها، وياخد علاجات وممكن يعمل عمليات عشان يبطل الموضوع ده. طيب الاعراض برضو اللهفه بتبقى جزء من المرض، ان هو عنده لهفه زياده. عارفه لما يبقى واحد جعان كده بقاله يوم ما اكلش ولا يومين ما اكلش، وبيبقى عنده احساس لهفه وحب شديد للاكل، برضو المدمن في طول الوقت وهو في السايكل بتاع الادمان دي بيبقى عنده موضوع اللهفه للمخدرات دي. برضو عرض من الاعراض اللي هو بنسميها تولرانس، اللي هو الجسم بيتعود على الماده، فيضطر المدمن يزود الجرعه. يعني اكيد كلنا عارفين مثلا السجاير فيها ادمان، هل عمرك شفتي واحد بيكمل على سجاره واحده؟ لا، بدأ بسجاره بس، شوفيه بعد شهر بيبقوا 5، طب شوفيه بعد سنه ممكن العلبه كلها وممكن علبتين. ليه؟ لان انا الجسم والمركز الريورد سنتر بيتعود على الماده دي، فيبقى الجرعه مثلا النهارده بياخد جرعه نص جرام هيروين، كمان سنتين هتبقى 2 جرام مثلا، لان هو الجسم ما بقاش بيستجيب لنفس الجرعه. برضه هتلاقي في اعراض اللي هي اعراض الانسحاب، دي علامه من علامات الادمان برضه، ان هو لما يوقف يحس ان هو مش مظبوط نفسيا وجسديا. بنشوفها في الافلام، لما يبطلوا يبدا يحس باوجاع شديده، يبدا يجي له اسهال، وجع في الظهر، يجي له اعراض عامله زي اعراض الانفلونزا. ده دي الاعراض الجسمانيه، ودي بسيطه مقارنه بقى بالاعراض
نفسية، لأن في ناس لما بتبطل إدمان بيبقى أول سنتين بيبقى في أعراض اكتئاب وأعراض قلق وأعراض نفسية شديدة من الحاجات اللي بتخليهم يرجعوا يعني للإدمان. طبعا برضو من الأعراض إن هو بيحاول يبطل ومش قادر، بيحاول يعني معنى المحاولة دي إيجابية بس إن هو مش قادر، دي عرض من الأعراض إن إحنا دخلنا كده في مرض، حالة مرضية مش موضوع عادة وخلاص. برضو إن هو يبقى عارف الأضرار ومكمل، يعني أنا عارف إن السجاير بتعملي مشاكل في الرئة بس أنا مكمل، عارف إن الكحول بيعمل لي قرحة في المعدة بس أنا مكمل، فأنا ببقى عارف الأعراض وفي نفس الوقت أنا مكمل، ده برضو من الأعراض الإدمان. هل مستسهل الحالة اللي بتخليها فيها المخدر نفسه، ولا مستصعب العلاج، ولا الدنيا بتبقى بيفكر في إيه؟ بصي، هو في حاجة اسمها American Society of Addiction Medicine، قال إيه، بيقول إن المرض، هو بيعرفه المرض يعني بيقول لك البرام ده برايمري، يعني إيه أولي، يعني إيه، يعني هو في بعض الناس ودي 60% من الموضوع بيبقى عنده استعداد إن هو يدمن. طيب ودي بتعرفهم إزاي؟ يقول لك ده بعرفهم حتى قبل ما هو يبدأ السايكل إدمان. هو واحد بيبقى عنده عدم إحساس بالفرحة والسعادة في الحياة، يعني بيبقى هو مش مبسوط، زي ما يكون في مكتئب بس على بسيط كده، او قلق على بسيط، حساسيه قوي للنقد بتاع الناس، بيخاف كتير، يعني فبنسميها احنا ايموشنال ديسريجوليشن، يعني عدم قدره على تنظيم المشاعر وعدم رضا. يعني المدمن في البيز لاين بتاعته هو ما بيبقاش مبسوط. ليها شرح كتير، لان ماده، في ماده في المخ اسمها الدوبامين بتبقى قليله شويه عند الناس دي، اللي هي ماده اللي بتسبب الفرحه والنشوه عندنا، عند كل الناس، في بعض الناس الماده دي قليله، ودي ممكن بتبدا من ساعه الولاده، يعني من هو صغير طفل هو مش مبسوط قوي، فيتنيه طول حياته من سن الطفوله بيدور على حاجه تبسطه، مجرد ما ياخد كاس مثلا ويسكي وينبسط ويحس بالانبساط يكمل عليها وما يقدرش يبطل. طب الشخص اللي ما عندوش الاستعداد البيولوجي اللي انا بقول دوبامين ومواد، اللي ما عندوش، هو لما بيشرب بينبسط برضه، بس يقول لك انا اصلا البيزما انا مبسوط اوريدي وراضي، مش عاوز حاجه تغير تركيزي وتغير او تزود لي، لان انا البيز لاين بتاعتي كويسه. المدمن لا، فيه استعداد لان هو باين شخصيته من الاول خالص ان ده واحد على طول مكتئب او حزين او بيحزن نفسه، فده استعداده هيبقى أقوى إن هو يبقى في الفيوتشر بالظبط في حالة إدمان قوي. بالظبط، يعني احنا بنقوله دايما دي بتبقى الناس هتبقى seeking reward relief or escape، يعني هم دايما بيبقوا بيدوروا على النشوة، بيدوروا على الراحة، بيدوروا على هروب من الواقع، مع ان الواقع ممكن يبقى جميل بس هو مش شايفه جميل لان هو مش حاسس ان هو جميل. الفرق بين الإدمان والعادة، ما هو العادة هسميها عاده لما انا هقدر ابطلها، فانا ده مش مرض. انما لما ال 11 عرض اللي انا قلتهم من شويه دول، اما كلهم ينطبقوا على الموضوع اللي انا بمر فيه او اللي انا هسميه عاده، يعني مثلا العاده السريه انا ممكن اسمي ده سكس ادكشن، ادمان الجنس. ايه الفرق ما بين عاده سريه وانا ممكن ابطلها وادمان الجنس لما ينطبق عليه كل الاعراض دي، اللي هو بقى بيخش مش قادر يبطل، بقى هو ده مركز حياته، وان كل الحاجات التانية مش مهمة، بتأثر على شغله وتركيزه، بقى فيه لهفة جديدة، بقى لما يحاول يبطل بيقول يجيله أعراض انسحاب. يعني احنا عندنا الإدمانات السلوكية زي مثلا القمار مثلا، مشهور ده من أقوى الإدمانات السلوكية، إدمان الجنس أو إدمان الأكل، لما الناس دي بتحاول تبطل الحاجة اللي هو مدمنها السلوك ده يمر بأعراض انسحاب. صح، ما بتبقاش بنفس قوة المخدرات بس موجودة، هيحس إن هو قلقان، هيحس إن هو متوتر، هيحس إن هو مكتئب شوية، دي كلها بتبقى أعراض انسحاب. فلما يكون أنا حاجة بقت مركز حياتي وبتخليني مبسوط بس بقت ابتدت تسبب مشاكل، وانا شايف المشاكل بس مش قادر ابطل، وبيجي لي اعراض انسحاب لما بحاول ابطل، وحاولت اجرب كتير ان انا ابطل ومش قادر، انا هقول دلوقتي الحاله دي مرضيه ومش عاده بس كده، ايه، وممكن اعديها يعني ومحتاجه علاج. وعلاج الكلام اللي انت بتقوله، احنا دايما عندنا تخيل ان الادمان هو الدراجز او بكل انواعها يعني، وطبعا الافلام كانت بسبب كبير قوي في ان ركزنا بس على الجانب ده. دلوقتي في ازواج كتير بيتواصلوا مثلا معايا قبل الحلقه دي او بنسمع، او اكيد انت شفت نماذج كتير جدا ازواجهم يا اما مدمنين المواقع يا اما مثلا ادمان سكشوال ادكشن، و
هي زوجة بتقول لك انا في كارثة مثلا، طب انا اعمل ايه اذا كان جوزي مش عارف مثلا يبطل بقالنا سنين على هذا الوضع؟ ادمان يعني اين موقعه ادمان الجنس في كل اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ مستوى قوته ايه يعني؟ احنا عندنا ادمانات مواد كيميائيه اللي هي مخدرات، وفي ادمانات سلوكيه، يعني ادمان ما هوش مخدر بس في سلوك. امثله: ادمان البورنوغرافي، لادمان المواقع الاباحيه، ادمان الجنس، ادمان القمار، ادمان الشراء شوبينج ادكشن، ادمان العمل، ادمان الرياضه. تريد انت حاجات كتيره جدا. ما هي الحاجات دي كلها ودخلناها تحت اطار الادمان. ليه؟ لان لقينا الاعراض اللي انا قلتها في بدايه الحلقه بتنطبق عليهم. غير كده مركز المخ، يعني لما صورنا مركز الناس اللي مدمنه العمل مثلا، انت هتبقى مستغربه، هو يعني واحد مدمن العمل ده حلو؟ لا، ما هو بتلاقيه بينفصل، بيمر بالطلاق، بيجيله مشاكل جسمانيه لان هو مش قادر، ما بينامش، قاعد 24 ساعه شغال. هتلاقي ولاده ما فيش كوميونيكيشن ما بينه وما بينهم لان هو مش متواجد اصلا، فتلاقي في تاثير سلبي على الاسره وعليه وعليه جسمانيا ونفسيا، ومش قادر يبطل. لما صورنا المخ بالاف ام ار اي لقينا ان المشكله اللي موجوده في الريورد سنتر اللي هو مركز المكافاه، زي ما بتحصل في المخدرات زي ما بتحصل في الادمانات السلوكيه دي. طيب الحاجه برضو اقولها ان المرض الادمان ده مرض مزمن زي مرض السكر. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد بيجي له السكر فالدكتور يقول له ايه، بص السكر في اوله اهو، انت لو خسيت وبطلت اكل الحلويات وقللت السكر ممكن يختفي، ممكن ما ناخدش الدواء او ناخد الدواء فتره صغيره. طيب هل مريض السكر لو عمل الكلام ده وقلل السكر هل هو كده خف؟ هو خف. طب هل كده خلاص هو محتاج بقى كيورد 100% ومش محتاج يبطل النظام الاكل والرياضه؟ لا، هو لو بطل الحاجات اللي هو بيعملها عشان تقلل السكر، السكر هيقل. ليه؟ لان هو مرض السكر مرض مزمن. برضه الادمان كده، السؤال اللي هو بيحاول يبطل المواقع الإباحية دي ومش قادر، لازم هيسيك هيلب من دكاترة أو أخصائيين نفسيين، شغلتهم إن هم إزاي يساعدوك في المرحلة دي. طب هيسيك هيلب قد إيه؟ سنة، اتنين؟ فكر فيها زي مريض السكر. هو مريض السكر محتاج يهتم بنفسه ويهتم بصحته إمتى؟ طول العمر. مريض الكوليسترول، مريض السمنة، بيهتم بنفسه، بيهتم بالعلاج وبالخطة العلاجية، ويبقى فيه دكاترة وفي دايتيشن وفي ناس بتساعده في الرحله العلاجيه دي. امتى؟ طول العمر. بنفس الوضع برضو، اللي هيمر بادمان سلوكي او ادمان مخدرات محتاج علاج طول العمر. فدي، وحتى الامريكان سايكاتريك اسوسيشن والادكشن سوسايتي بياكد على كلمه كرونيك، ان دي حاجه مزمنه. لان اللي بيحصل ان انت في ناس بتروح بتبقى مدمن فيروح مركز تاهيل مثلا او مستشفى يقعد شهر او شهرين ويطلع مبطل ويبقى فاكر ان الرحله كده خلصت. لا، بيطلع بعدها باسبوعين يرجع تاني. ليه؟ لان الدرس الاساسي في الموضوع انه ما خدش باله ان الموضوع ده مزمن ولازم يشتغل على نفسه طول الوقت. هل الادمان ده، احنا كان في دراسه بتقول ان 50% من المجال الطبي سببه مشكله الادمان. يعني انت مثلا امراض الرئه سببها الاساسي ايه؟ السجاير. عارفين كل امراض الرئه بتبقى طيب ادمان الاكل بيسبب ايه؟ ادمان الاكل بيسبب سمنه. طب والسمنه بتعمل ايه؟ بتعلي الكوليسترول، ده مشكله. بتعلي الضغط، ده مشكله. بتعلي السكر، ده مشكله. طب انا لما اعلي دول الحاجات دي كده بيبقى في مشاكل ايه؟ الناس اللي هي سكرها عالي وضغطها عالي وكوليسترول عالي معرض اكتر يجي له جلطه في القلب، جلطه في المخ. شوف انا عمال اتشعب، انا دخلت كده في الطلب في حاجات كتيره جدا ومشاكل كلها. لو بصيت السبب الاساسي كان ايه؟ هو ادمان الاكل. نوع ادمان واحد عمل لي مجموعة من الأمراض كتيرة جدا. فأنا في دراسات بتقول لي 50% من المشاكل الطبية اللي الدكاترة بتشوفها في العيادات ليها، هتلاقي الإدمان